صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء يا صاحب الأمر يا صاحب الأمر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد طالت ليالي الانتظار يا فرج الله طالت ليالي الانتظار فهل يبنى النبي لليل الانتظار غدو فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد سيدي سيدي ماذا يهيجك بس عاد ملينا يا مولاي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك يا حيث الحسين بكربلاء خيل العدا ايش سوت ما قال هالشمه ما قال كسرت شوف هالكلمه شلون طحنت هذا الطبري في تاريخه يقول خيول بني اميه ساوت صدر الحسين وظهره مع الله عليك ابو علي حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنت طلوعا يا قتلته آل أمية ضامن أبو علي إلى جنب الشريعة يا بعد عندك مصيبة يا سيد قال ورضيعه ما يعرف لازم يألم قلب الإمام ورضيعه بدم الوريد
الصدر مخضب فطلب رضيعه سيدي سيدي بكل الجرى تدري شعدد من مصايب من غصب حدر للطفوف ام النوايا والشيع قلبه بحزن متقطع ذايب يجذب الحسرة ويهتف ما حد يجيب يا ابو صالح ابوك حسين من طاح راسا قطع وتلاقى فوه بزان ورما بعد هجموا على خيام الاعادي وبن سعد صاح هجموا على حريما ذبح ليث الحريم مولاي مولاي زلزل الكوفة وكربلة وانسف الشامة ندبة ندبة هاليوم وانشد عن الوقفة بدروازة الساعة قل لفرات حسين يمك بالعطش مات ما يكل خليه بد ما يجري صبيب وانشد هالشمات علي شهروها ويا اليتامى وسط المجالس باليتامى وقفوها يعرفون جدها وياه يمها ومن أبوها ياهم أخوتها ومن هي التوقف غريبة صح ونادي وأحسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم أقوى القوى لديك قوة الخيال التي تستطيع أن تدرك بها المستحيل أصلا ما كل شيء مستحيل خيال هذا غريب عجيب يخط العالم خط أقل من لحظة
يصنع لك الأمور الغير معقولة يمكن أن يتعقلها. خيال ما تقدر الحين تتخيل، يقلب لك الدنيا رأسا على عقب. تخيلها مقلوبة، السماء تحت والأرض فوق، واحد يقول ما يصير، ما في شيء ما يصير، خيال هذا. تخيل بني آدم يطير في الجو، هاي شلون؟ ما في شلون. تخيل لك واحد له 10 رؤوس، واحد يقول كيف؟ لا كيف، ما كيف، خيال هذا. على رغم قوة الخيال إلا أنه عاجز كل العجز عن إدراك حقائق النشأة الآخرة. ما عندك شيء أقوى منه. وبعد لا تتكلم لي عن ميزان وصراط وتطائر كتب وهذه الشغلات، لا، أعظم نشآت الآخرة جنة والنار. هاي بس الجنة عرضها السماوات، طولها شقد بعد؟ زين إذا هي عرضها السماوات، وين توديها؟ وين تخليها؟ ولذا أنكرها جمع. هاي من متى؟ من أيام زمان الإمام الرضا صلوات الله عليه. طلعوا جماعة أنكروا، ما صدقوا، قالوا ماكو لا جنة ولا نار. ليش؟ قال إذا بس عرض السماوات وين تخليها؟ يعني إذا توجدها حين تخلقها الضيق بها، تغصها الدنيا هاي، ما ليها مكان. والنار بعد، شوف، إنما منشأ هذه الشبهة تحديد سلطان الله عز وجل. ومن تحدد إذن ليس هو سلطان الله، لأن القدرة الإلهية ما لها حد، ما لها منتهى. بس هذا الكون كله، العالم اللي احنا عايشين فيه وما وراءه يعني شيء آخر، هذا كله ولا شيء أصلاً، ولا شيء. احنا ما ندري وين الله حاشرنا في هالوجود، يعني نقطة تواجدنا تقول على الخارطة جوية، ما دي كونية، ما دي شي تسميها، وين موقعنا من الإعراب؟ لا نعلم. إن وراء عالمكم لألف ألف عالم، هذا ولا شيء. عدم إدراككم لمكانها لا يسوغ لكم إنكارها. ما تعرفون؟ تعالوا فتح القرآن، كل شيء تريد موجود. أكو يقول فبلغ سدرة المنتهى عندها، عندها عندها جنة مأوى، عندها يقول هاي مكانها، انحلت القضية. تبون تعرفون أين موقع الجنة؟ يقول عند سدرة المنتهى، يعني فوق السماوات العلا دون عرش الجليل جل وعلا. ولذا خاطبهم الإمام الرضا سلام الله عليه يقول كذبوا، كذبوا الله ورسوله. القرآن يقول أعدت، أعدت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم الغاوين. معدة، جاهزة، مهيئة، بارزة. شوف انتقاء الكلمات، هم يقولون لا ما لها وجود، باكر يوم القيامة الله بيخلق الجنة وبيخلق النار. يقول كذبوا، كذبوا الله ورسوله. جوين راحوا ذيك الليلة؟ وين راح؟ ليكون خيالات يتحلم على فراشه واحنا ما ندري. ألم يعرج به إلى الملأ الأعلى؟ ألم يطلع على ملكوت السماوات؟ ألم يدخل الجنة ويأكل من ثمرها؟ وبعدين ويش نزل أحن عاد يبي يتكلم؟ مشكلة بأي أسلوب تتحاكي الأوادم؟ ضيق، خناق، أفق محدود، مأسورين، إحنا مسجونين،
بسجن هذه الطبيعة هالدنيا هاي على سعة أفلاكها ومجراتها لا تقول إلا الجنين في بطن أمه. لو تحكي ما تحكي إدراكات محدودة، أي أسلوب يختار أي طريقة هالشكل يقول فيها ما لا عين ولا أذن أصلا ولا خطر. ويش الشي اللي ما دار على بالك وما خطر في خيالك هناك بتشوفه، وأي شيء يطرق خيالك اشخط عليه بالخط الأحمر، قول ليس ليس لي، لأن النبي يقول ولا خطر على قلب أحد ما دار. اشتبي بعد أزيد من قرآن ما عندي، كل ما راد يتكلم عنها يستخدم هالأسلوب هذا. مثل الجنة التي أعد المتقون وش تجري، وين المثل؟ أنت تقول مثل، خذ يمثلها لنا. يقول ما لها ليس لها مثيل، أنت إذا قلت هذا مثل ذاك يعني شنو؟ أكو أوجه مماثلة بينهما، هاي ما لها شيئان في الوجود لا مثيل لهما، الله والجنة. وكل يوم يخاطبها رب العزة، جنتي تزيني تطيبي لعبادي المتقين. فوق الإدراك فوق الخيال، ما ممكن يعني. أنت بتبذل جهدك الحين، بتعمل كل طاقاتك وقواك الخيالية، ما بتقدر. أكابر الفلاسفة، الرازي إمام المفسرين وإيش قال؟ جنة من الاجتنان يعني الاستتار، كل شيء مستتر استخدموا لهذا اللفظ، مثل جنين مثل مجنون، إذا استتر عقله تقول جن مستتر عن الأنظار، جنة الليل ستر غطى، هاي بعد جنة. يقول هي الأرض التي جنت يعني استترت بورق شجرها، شوفها عن أشعة الشمس، يلا هاي جنة. أرض كبيرة وفيها حشيش أخضر ولفيف شجر، بحيث تقول أوراق الشجر متقاربة على بعضها بعض، مسقفة مسوية ظل، شعاع شمس لا يطرق أرضها، هاي جنة الرازي. قل هذا التفسير باطل، لأن القرآن يقول لا يرون فيها شمسا، راحت الشمس، كورت نجوم، كدرت كواكب، انتثرت كالسبحة، إذا انتثرت خرزها. هو كوكب واحد يختل عن مساره يحدث لك ارتطامات إرهاصات كونية يدمر الدنيا. شفت العاصفة اللي صارت علينا قبل كم يوم؟ كويكب من شطر، وهي رماد مال اللي وصل دمرنا، إذا انتثر خرزها وش يصير؟ بعد تبغي أزياد؟ إذا البحار سجرت، حمم بركانية من أعماق البحار والمحيطات، وإن نولي على عمرنا إحنا إذا هاجت علينا المياه هذه. بعد تبغي إذا زلزلت الأرض أي راحت، إذا السماء انشقت انفطرت وأذنت لربها. قرآن هذا مو حكي جرايد حتى تقول ها وها، هاي علامات إرهاصات يسميها القرآن أشراط الساعة، هاي المقدمات لما سيأتي بعد ذلك. ثم تأتيك النفخة، نفخة الإمادة، ونفخ في الصور فصعق من في السماء، وكلها يوم نزلت هالآية قالت الملائكة هلكنا ترى احنا هم رايحين، ويبقى وجه بس. هذا المستثنى من قانون الفناء والعدم، هذا هاي وجه ربك إذا بتاخذها على صحيح البخاري، وويلة بيسوي لك شكل دائري وحط لي عوينات وآذان وركب لي أيادي وقعد على كرسي واستوى على العرش وبيد عكازته وحوط عليه ملائكته، عاد يوم يخلي لحية ويوم يشيل، ولا احنا دارين وش قصة اللحية هاي. وإذا حميت نار جهنم يكشف عن ساق وينزلها يبرد عليها، هذا وجه ربك مال البخاري.
كل هذا النظام الكوني الدنيوي القائم سيزول، يفنى، يتلاشى، كل شيء مضوي ينطفي، كل ذي روح يموت ويبقى وجه ربك. هم ذولا فلاسفة ما تعقلوا ما تفهموا، لهذا قاموا يتخبطون. وش قالوا؟ بس أرض تسطح عليها جبالها ثم تصاغ كالفضة المذابة فتعاد صياغتها وتشكيلتها من جديد وتكون عليها عرصات يوم القيامة. هو لو قال تبدل وسكت قلنا بعدها، إلا قال غير، أكو مفهوم غيرية يتوسط في المقام، والتبديل يلحظ فيه وجود بدل ومبدل عنه. إذا قلت بدلت، بدلت يعني شنو؟ شلت شي وحطيت شي بديل مكانه، هذا ما نفهمه. غير هاي، يشيلها من ساسها، يفنيها، يلغيها، والسماوات مطويات بيمينه، يطويها إلى كطي السجل للكتب كلها تروح. احنا شو نسوي ظواهر الآيات والروايات؟ هم مشكلة. أول مبدأ يواجه الفيلسوف في دراسته مسألة استحالة إعادة المعدوم، ما بيقدر يتخلص من هذا. هذا كلام ما يرجع إلى القدرة الإلهية، ما مؤمن بقدرة الله أو لا. هذا كذا واحد ما عنده إيمان يصير غير حجي، يتبدل النقاش. أما طالما أننا نؤمن أن مقاليد الأمور كلها بيده سبحانه، ولا شيء دنياتك كلها يفنيها إليك في لحظة وعيدها في لحظة، 70 مرة يفنيها وعيدها، وإن الله على كل شيء. هذا يصير منطق الحال، منطق زندقة، مثل اللي قال من يحيي العظام، بس حيث غيرتون أساميكم وبدلتون شكلياتكم. شو نسوي احنا يا ظواهر الآيات والروايات؟ الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء. ما تقوم تفهمني يا ها؟ فناء، فناء يعني وايش؟ خلاص كل هذا النظام يروح يزول، ثم يبنى نظام كوني أخروي جديد تحكمه نظم وقوانين جديدة، هو ما نعبر عنه بعالم الآخرة. هذا نظام قائم على قانون علية، على النقيض تماما. أخذها لا تقيسها بأحكام الدنيا، هناك كلها أسباب ومسببات، كل شيء علة إلى شيء، كل شيء يعتمد على شيء. هناك ينلغي القانون هذا، يقول تقطعت بهم ماكو أسباب. أنت تعرف إذا الشيء القانون سببية يعني وينش تتهدر كل هالطيح، لا يستقر حجر على حجر، لأن هاي شربة مايا حين توصل إلى جوفك إش قد إلها من وسائط وعلل وأسباب وتعاقب أيدي إلى أن تصل إليك. يحلونها ويعلبونها ويصدرونها ويبردونها ويبيعونها ويشترونها. يلا يلا هناك ماكو. القانون الحاكم على أهل الجنة إنما هو قانون المشيئة. 5 مواضع في القرآن أشار إليه، يقول لهم فيها ما 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 مطلقة تقدر تتعقلها حين ولا فوق الخيال، ما يشاءون ولدينا مزيد. هاي خلها، احنا هاي ما يشاءون ما بنقدر نتخلص منها. يؤتى بملك الموت على هيئة كبش أملح فيذبح على الأعراف. يلا خلاص، هذا اللي قصف أعمار الأوادم قصفنا وانتهينا منه. هو مو كبش، هو مو حيوان، هو وجود نوري، وجود ملائكي، لكن هاي كنايات رمزية. مش لو تفهم الأوادم لازم تصور لهم تصاوير معقول ومحسوس يقولون. ثم يخاطبك رب العزة، عبدي إني كنت أقول للشيء كن فيكون. اليوم أنت ادخل وقول، طب وتخير إيش ما تريد بين الكاف والنون.
لا وسائل لا أسباب لا علل لا قومة لا قعدة لا تعبة لا كل شيء ماكو. شلون تقدر تتخيل هالجنة؟ أقول لك فوق الخيال. أنا حين قاعد على سفرة مائدة من موائد الجنة يأكل إيش قد ألف ألف سنة يبقى لها عافية يبقى لها معدة جاي يتحمل هذا ما يشد. لا يحتمل نعيم الجنة ولا يحتمل عذاب النار. هتودي جنة هذا شمعة أحين تسلطها على ساعة ساعتين تصهر إلى كامل البدن من فوق لا تحت لحمة بدمة شمعة ما يقاومها تودي جنة. أقل أهل النار عذابان رجل في ضحضاح. هاي الماية إذا قرحت يقولوا عنها هذا شنو عقابة؟ كل شيء ماكو لا ضرب لا مضارب بس ملبسين الشبلي في رجليه من حديد يغلي منه دماغه فوح يطبخ. أي هذا ما يشد يعطونا ملكات زيادة. أفعينا شوف هالآية هاي بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ملكات يعني باور زيادة يا أخي ولا ما يتحمل. لا يحتمل عذاب النار ولا يحتمل نعيم الجنة فوق الخيال فوق الإدراك. تريد تشغل عقلك بالدوخ ما بتقدر إلا كان تجيب قلب يبقى لها إيمان إيمان اعتقاد. ولذا اللي آمنوا بها ماتوا ماتوا علشانها انصعقوا لأجلها. جنة للاجتنان للاستتار لكن لا لاجتنانها بورق شجرها عن أشعة الشمس وإنما لاجتنانها واستتارها عن إدراك العقول. عقل ما يقدر فتحوا قلوبهم فرأوها يقول شاهدوها ورأوها رأي عين وعيدوا أدركوا يقول أدركوا. أكبر عيد رفعوا رؤوسهم إلى السماء وإذا بهم ينظرون إلى منازلهم وقصورهم في الجنان. ولذا لما أن جاءوا يتسارعون ما جاءوا لصيوف ولا لرماح وإنما جاءوا يتراكضون بكل لهف وشوق ورغبة لمعانقة الحور العين. مستبشرين معيدين أقول لك وما هي إلا ضحوة من نهار حتى وسدوا البوغى مجزرين كالأضاحي بأبي وأمي. أخ أخ هذا على يمينه وذاك على شماله وهذا مكبوب على حر وجهه دماء أشلاء ملقاة على الأرض يوم يومين ثلاثة أيام بلا غسل بلا كفن تصهرهم حرارة الشمس نهارا تقرصهم برودة الجو ليلا حتى سفت عليهم السوافي وما حد درى عن القضية إلا نسوان. يوم ثالث جاءوا يملؤون الأواني والقرب بالماء وصلوا إلى المشرع واللي يشوفون جسد بطل ملقى على شاطئ العلقمي نظرنا إليه النسوة شافوا إذا الأحوال شنعة لكن مو جسد عادي هذا يبدو عليه قائد زعيم جيش. نظرنا إليه وإذا به مقطوع الكفين اللواء إلى جانب ممزق بالسهام القربة مخرقة ما تمالكنا النسوة أنفسهن لطمن صدورهن صارخنا وفجعتا انحدرنا ناحية المعركة فلاحت لهن الأجساد على البوغة أجساد شباب 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 يا ويلي على الشباب
وأجساد شيوخ كبار في السن وأطفال صغار. هاي إيش صاير هنا؟ مجزرة، معركة. أخذنا اللسوة يتخطينا الأجساد جسدا بعد جسد، ولم يكن لهن هم إلا الوصول إلى ذلك الجسد الذي تظلله الطير بأجنحتها. حلقت الطير وشبكت أجنحتها على بعضها بعض، وإيش تسوي؟ الله عليك أبو علي. تظلل عليه عن حرارة الشمس، وصل إليه النسوة نظرنا إليه وإذا بي جثة بلا رأس، مهشم الأعضاء، مفصل البدان، مطحون مطحون بحواف الخيل. نظرنا إليه وإذا على صدره طفل رضيع. يا ويلي يا ويلي، المصيبة أن حتى الرضيع محزوز رأسه، واحدة من الأسديات أخذتها عاطفة الأمومة، اسمع، مدت يديها انحنت على ذلك الرضيع لترفع من على صدر أبيه، ولكأني بالصوت من المنحر الشريف: أسدية أسدية دعي رضيعي على صدري. سيل سيل سحبنا أيديهن، رجعنا مهرولات إلى رجال بني أسد، رفعنا المقانع من على رؤوس، رمينا بها في صدور رجال بني أسد. جلت شيمكم، رحمك الله أبو يوسف. حاضر حاضر ياهم. يشاهد أحوال الرجال ويسمع كلام النساء كأنه تقول واقف بيناتهم، ويوصف لك الحوار هذا: قلت شيمكم والحمية يا أمس المي، وين الذي ينهض إواره المطاعي؟ جيبوا العمايم جيبوها، اخذوا مقانعنا وتخفوا خلف الاستو، واحنا بعمايمكم نروح ونحفر قبور، ندفنها الاجساد الذي بالمعركة تنور، مثل البدور على الثرى كلهم مزهري. احسن احسن، ما وراءكم ايها النسوة؟ وش صاير جايين مفزوعة؟ قالوا رحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة، شفنا جسد مرضوض وتركنا حيارة. اسمع، أوصالك الهم قطع وتسطع أنوارا، مقطوع حتى خنصرة من كف اليمين. عريان مرمي على الثرى يا ويلي مسلوب، مطعون بضلاعة وقلبه بسهم مصيوب، قلب العدو من شافته ينفت ويذوب، يما رضيعه ونظن هذه جثة تحسب.
بعد بعد أكو شباب ملقى إلى جانب هذه الجنازة. وشفنا الشباب شباب يا ويلي عالشباب ما عليه مخافة في ضيافة الحسين في شفاعة الحسين. أنا والله ما ناوي أقسي على قلبك والله ما ناوي أنا من نوع اللي ما أحب يعني أقرز منه ومنه خلنا في كربلاء بس وإذا ما تتحمل خطر الأبيات. شفنا شباب شباب يا ويلي شفنا الشباب احلى الثرى يما الشباب احلى الثرى جفوفه خضيبه يبين عليه عريس هالولد هذا عريس لكن زفت الذبحه قريبه الله يعين الفقد توراحت غريبة ما ظنت بين العرس والذبح يوم. وبعد بعد أكو خبر إن كانت لكم قلوب تتحمل قالوا وش عندكم أيها النسوة قالوا فتت مرايرنا بطل يم الشريعة مصروع لكن ذبحته والله فجيعة حتى من الزندين جفينا قطيعة صاحب علم جنة وسلالة هاشمية بعد بعد من شاف تتلوح الفراسة وشدة الباء زنودة بلا جفوف والجثة بلا راح ها ونظل عليه الفارس المشهور عبا قطعوا على جود العدى شماله وليمي الذي يحسن دونك شربه والكاس مثل البطل الأكبار ومثل الليث عبا وهذا الشباب اللي انكسر عرسه بالعراء يلا شباب يا ريت كلنا من ضحايا الغاض بعد مرة يا ريت كلنا من ضحايا الغاء يا عدو بأنفسهم في حب سيدهم والجود بالنفس أقصى الجود يا السعيد الفقيد الغالي من اجتمعنا اللهم لأجله وسببه اللهم ارحمه برحمتك أسكنه الفسيح من جنتك لقه منك رحمة ورضوانا إلهي اشف صدره بالحسين نور قبره بنور الحسين ثبت له عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين وارزقه اللهم شفاعة الحسين يوم الورود
واخلف على أهله في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين. إخواني من أراد نيل الأجر والثواب يتفضل معنا الآن لقراءة الفاتحة على قبر الفقيد، وأهله يتقدمون لكم بجزيل الشكر والامتنان، ولكل من واساهم بتقديم العزاء وحضور مراسم التشييع، ويوصون الحاضرين ويبلغون الغائبين كل من كان له أو عليه حق فلا يتوانى في إخبار أهلي وإخوانه بذلك لبراءة الذمة. إلى روحه وأرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان، بالخصوص شهدائنا الأبرار، لا تنسوهم هذا اليوم بالمغفرة والرحمة، نهدي لهم جميعا ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.